الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم هو الدرس 16، سماحة الإسلام، وهو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. تعالوا معي أيها الأحبة الآن لكي نتعلم ونتعرف على المفردات والتراكيب. يسرا سهلا وخففا، لا تعسرا لا تشددا على الناس، بشرا أدخلا السرور وابعثا الأمل، لا تنفرا لا تبعد الناس عن الخير وعن الدين، تطاوعا توافقا. هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن. كان حسن الصوت في القرآن الكريم، أي أن صوته كان جميلا رائعا، إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. توفي رضي الله عنه سنة 52 للهجرة. تأملوا معي أحبتي الطلبة في هذا الحديث. يخبرنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله هو ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري واليا على اليمن، وأرسل معه معاذ بن جبل لكي يقوموا بتعليم الناس أمور دينهم وينشروا دين الإسلام في أرض اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار من فقهاء الصحابة، بل من كبار فقهاء الصحابة، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ بن جبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه أعلم الناس بالحلال وبالحرام. النبي عليه الصلاة والسلام اختار من هو على قدرة على تحمل المسؤولية، لذلك على الإنسان أن يتحمل المسؤولية على علم وعلى بصيرة بما سوف يقوم به. ولقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل بوصايا عظيمة، فإذا وصانا أيها الأحبة أحد من الكبار فعلينا أن نهتم بهذه الوصية وأن نعتني بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير في أكابركم. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي هنا الصحابة ويوصي أمته، فعلينا أن نهتم بهذه الوصايا التي وصانا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الوصايا وصايا عظيمة من مرتكزات الدين الإسلامي، وهذه الوصايا سوف تكون هي محور الدرس الذي نتحدث عنه، سماحة الإسلام. فإن سماحة الإسلام تقوم على التيسير وعدم التعسير على الناس، وأن نبشر ولا ننفر في دين الله عز وجل، وأن نتطاوع ولا نختلف. هذه المواضيع الأساسية التي سوف نتحدث عنها في درسنا اليوم. فكما تعلمون أيها الأحبة أن الله عز وجل خلق الإنسان وهو يعلم أحواله وما يصلحه في الدنيا والآخرة، وقد شرع له من الأحكام ما يناسب أحواله وظروفه في كل الأوقات. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى نفهم هذا لابد أن نسلط الضوء على هذه العناصر الأساسية، وأولى هذه العناصر أحبتي الطلبة التيسير وعدم التعسير. الأصل في الأحكام الشرعية التيسير على الناس، إذ يستطيع الإنسان أن يفعلها فلا يكلف فوق طاقته. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى نفهم هذا الأصل لابد أن نسلط الضوء على مظهرين اثنين من مظاهر التيسير على الناس. المظهر الأول مراعاة أحوال الناس وظروفهم، والمظهر الثاني التعامل برفق مع المخطئ والمسيء وتجنب الغلظة والقسوة عليه. فتعالوا معي الآن لكي نعطي أمثلة على كلا المظهرين. المظهر الأول مراعاة أحوال الناس وظروفهم، فمن أمثلة ذلك أن الإسلام أباح للمسافر قصر الصلاة وجمعها، يعني يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين، يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين قصرا. يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، فإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر كان هذا جمع تقديم، وإذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر قصرا يسمى هذا الجمع جمع تأخير. وكذلك في المغرب والعشاء، والمغرب لا تقصر. وأباح الإسلام الإفطار في رمضان، فالذي لا يستطيع أن يصوم في رمضان كالمسافر
يجوز له أن يفطر الأيام التي سافر فيها، وبعد انقضاء رمضان يقضي هذه الأيام، وهذا من سماحة الإسلام ومن التيسير على الناس. وأباح أيضا للإنسان المضطر أن يأكل من الميتة إذا لم يجد طعاما، بقدر ما يستطيع أن يجعله على قيد الحياة. وكذلك أيضا من الأمثلة جعل فريضة الحج على المستطيع من المسلمين، لأن فريضة الحج بحاجة إلى قدرة مالية وقدرة جسدية، فمن استطاع وحصل على القدرة المالية والقدرة الجسدية فله أن يحج إذا تيسر ذلك، والله عز وجل لا يحاسب من لم يستطيع. لذلك هذا من رحمة الإسلام ومن سماحة الإسلام. ومن أمثلة أيضا أن جعل الأئمة الذين يصلون بالناس في المساجد أن يخففوا على الناس في صلاتهم، لماذا؟ لأن فيهم الضعيف والكبير في السن وذوي الحاجة، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيه مستقيم وضعيف وذوي الحاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أيها الأحبة تعالوا معي لننتقل إلى المظهر الثاني من مظاهر التيسير على الناس، وهو التعامل برفق مع المخطئ والمسيء وتجنب الغلظة والقسوة معه. ومن أمثلة ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الذي بال في المسجد، إذ زجره الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رأيت كيف النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة إلى التعامل مع الناس بأسلوب جميل، حتى لو أخطأ تتعامل معه بأسلوب لين برفق ولين، وتبتعد عن القسوة وعن الغلظة، وهذا من سماحة الإسلام أيها الطلبة. إذن لابد على الإنسان أن يجعل هذا مبدأ في حياته، أن ييسر ولا يعسر. ومن مرتكزات ومضاعات الرئيسية التي نتحدث عنها في هذا الدرس التبشير وعدم التنفير. تتحقق سماحة الإسلام بأن نبشر الناس ولا ننفرهم، ويكون ذلك بأن نراغب الناس وأن نحثهم بأسلوب جميل، وأن نذكرهم بفضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأن ذلك له أثر كبير في إقبال الناس على الأعمال الصالحة، وكذلك أيضا شحذ هممهم، ونجعل عندهم علو همة في تطبيق أوامر الله عز وجل وفي التعاون فيما بينهم على الحق. فعلى الذي يوعظ أو يوعظ الناس عليه أن يكون رحيما، وأن يكون مبشرا وليس منفرا، وأن يبث في قلوب الناس الأمل والتفاؤل. فمن أتاك عاصيا فعليك أن ترشده إلى التوبة إلى الله عز وجل، فتقول له قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن ارتكب معصية من المعاصي، اغتاب أو كذب أو من المعاصي المعلومة، وجاء لك نادما على ذلك، فإنك توجهه إلى التوبة إلى الله عز وجل وإلى العودة إلى الله عز وجل، وتجعل الأمل في قلبه، فحينئذ يستبشر، وحينئذ يكون عنده علو همة، وتجده يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذا الذنب. هذا يقودنا إلى أمر مهم جدا، أن التبشير وعدم التنفير يؤدي إلى نبذ العنف الاجتماعي. لا يرضى أبدا أي مسلم عنده هذا المبدأ أن يكون أمامه عنف، ينبذ العنف، وخاصة العنف الاجتماعي بالاعتداء على الآخرين بالسب أو بالشتم أو بالأذى أو بالضرب وغير ذلك، فهذا مرفوض، مرفوض في شريعتنا الإسلامية، ومرفوض أيضا في الأسرة، ومرفوض في المدارس، ومرفوض في جميع نواحي المجتمع. لذلك لابد أن نتعامل مع الناس بلطف ولين وبسماحة. هذا بالنسبة إلى التبشير وعدم التنفير. تعالوا ننتقل إلى الموضوع الأخير والعنصر المهم لتحقيق سماحة الإسلام، التطاوع وعدم الاختلاف. حث الإسلام على التعاون وعلى الوحدة وتقريب وجهات النظر وعدم التنفير. يعني لابد أن نكون أيها الشباب جسدا واحد، كلمة واحدة، قرآننا واحد وإسلامنا واحد، وكلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لابد أن تكون آراؤنا واحدة، أن نجتمع
على رأي صائب يحقق الخير للناس. لماذا؟ لما في ذلك من أثر في تحقيق مصالح الأمة وشيوع الأمن والاستقرار والتعاون على الحق. لكن إذا كان هنالك الاختلاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذا كان هنالك اختلاف، كان هنالك فرقة، كان هنالك عذاب. فحينئذ يكون أثره، أثر ذلك كبير جدا. يكون هنالك فرقة وضعف وانتشار للفوضى والفساد في المجتمع. لذلك لابد علينا أن نحرص على التطاوع، أن نجتمع على قول سديد يكون أو يعطي مصلحة للأمة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا لابد من أن نكون يدا واحدة، وأن نجتمع مع بعضنا البعض، وأن نكون متآلفين. فإذا تعددت الآراء واختلفت وجهات النظر، فإن الإسلام أيها الشباب علمنا آداب نتعامل من خلالها مع بعضنا البعض. وهذه الآداب: الاستماع إلى الآخرين والاستفادة منهم. استفيد، اسمع إلى وجهة نظره لعله يفيدك، لعله يزيدك علما. وكذلك أيضا أن تستمع، هو يستمع منك لعله يستفيد. هذا أدب مهم جدا، الاستماع. وعلينا أيضا احترام الرأي، نحترم الآراء، نحترم أو يحترم كل منا رأي الآخر. وأن تكون هذه مناقشة بأسلوب هادئ وأسلوب جميل، وكل واحد معه الحجج والبراهين للإقناع، لا أن يناقش من أجل مناقشة هوى في نفسه أو غاية في نفسه أو للتخريب أو للهدم، وإنما يناقش لتحقيق المصلحة للأمة، حتى تكون الأمة أو تعيش هذه الأمة بسعادة وطمأنينة. لذلك على الإنسان أن يخاطب الناس بهدوء وبلطف، وأن تكون هذه أو هذا الحوار بأسلوب جميل جدا وبأسلوب هادئ، وأيضا حتى لا يظهر العداوة والاستهزاء والاستخفاف. هذا ما جاء في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.